اس عشق میں مر جاوا. لو قتلتيني من قبل ما كان احسن لك، ما كنتي رح تنربطي هيك وتموتي بهي الطريقة البشعة كتير. استني تارا، بعترف انه انتي مسيطرة على اللعبة هلأ، بس اسمعيني شوي وخليني فهمك شغلة، لاني اذا بموت هلأ في شغلة ما حدا غيري رح يقدر يقلك اياها. شي حلو. انا ماني مصدقتك اروهي، الظاهر انه انت بدك تضيعي شوية وقت وتقولي لي سر بس لانك عم تواجهي الموت، صح؟ بس انا ما بدي احكي معك ولا اعرف اي شيء، انا بس بدي احكي مع ديب وامي واخي فيرات ليعرفوا كل شيء. وهلا بخاطرك اروهي. لك شو هاد؟ شو اللي صار للكهرباء هلا؟ شو صار للكهرباء؟ مام جي انا رايح شوف، شكله الكهربجي غلطان بالتوصيلات. انا هلا اجيت. كيف بدي اغلط؟ في حدا بنشر لي دولاب الميتور ولهيك تاخرت لبين ما اجي. اول شيء قل لي مين انت؟ انا من وكالة فيرما، الوكالة اللي طلبتوا انه تركب لكم كاميرات المراقبة. شو؟ كهربجي من وكالة فيرما؟ بس ليك سبق وركب لنا كاميرات المراقبة، كيف بتصير هي الخربطة؟ أنا بكون المهندس عندهم، مستحيل إنه يبعتوا حدا تاني غيري. هالشي بيعني إنه هدوك كذابين. أروهي، هي أكيد أروهي، أو بتكون بعتي شي حدا. شو هاد؟ وينها تارا؟ إيه صح، وينها؟ جهاز التحكم وقع هون، لازم لاقيه. أعطيني جهاز التحكم أروهي، تركيني. تارا، تارا وينك أنت؟ تارا، تارا كمان مانا هون. تارا وين اختفيت؟ تارا مستودع. تارا، تارا انت هون؟ ديب، ديب بدي اقتلك بيدي هدول اروهي. كيف بدي اشتغل مشايخ؟ جيعتنا كثير. لك يا غبي، يلا بسرعه بخ كيف ما كان، بس انتبه ما تبخ على اختي بالغلط. عم يتقاتلوا، انا ما عم بقدر اعرف حدا من حدا، مو قدران اعرفهم، بس رح احاول انتبه منيح. اروهي اطلعي لهون وين ما كنت تكوني، نحن منعرف انك موجودة، الولد واقف قدامي هلأ، إذا ما حابة يصير له شي بتطلعي هلأ لهون. أروهي اطلعي قبل ما نقتل آخر واحد من عيلتك، اطلعي لهون وما معك وقت كتير، وفيكو موجود معنا هون، اطلعي خليني شوفك قبل ما أقوص عليك.
ديب؟ ليكا بالحمام اللي فوق. ديب يلا بسرعة روحك مشى ليكا، هي موجودة هون بالبيت بسرعة. كانت رح تقتلني، شوف شو عملت فيني. وهلأ هي بالحمام فوق، مثلت علينا أنا الكهربجي وفاتت على البيت. لك يلا هلأ بتهرب، روحك مشى بسرعة. شوفي ليش انتوا ليش عم تطلعوا فيني هيك؟ انا قلت لكم هلا بتهرب من هون. لك يلا روحوا مشوها فورا. وين الحنة اللي دهنتيها؟ وانا عم فكر بنفس الشيء. لسه من شوي كنت دهني الحنه بكميه كبيره، كيف هيك راحت فجاه؟ حنه اروهي اجت لهون وهجمت علي وهربت، وانتو كل اللي هاممكن هو وين راحت الحنه. انا غسلتهم فوق بالحمام، كنت فوق بالحمام وعم بغسل كل جسمي، وفجأة هي اجت وهي عاملة حالة كهربجي وهجمت علي. حاولت اني اكمشها، كمشت اكثر من مرة بس قدرت انها تهرب مني. بس هي ديب تركت وراها شيء كثير مهم قبل ما تروح تهرب من هون. هذا عقد الماما اللي انا هديتها اياه، كانت عم تهرب مع هذا العقد. هي كيف أخذته مني؟ ماما بدي إياكي تنتبهي على العقد كتير منيح، ضروري كتير إنه يضل معك لأنه بيحميكي. لا أديب، أنت بتعرف إني ما بحب الكركم وهدول الشغلات كلها. أنا سبق وقلت صح إنه ما بدي أعمل كل هالمراسم. أروهي فاتت على البيت بسبب هالمراسم هي، وبعدين هجمت علينا وقدرت إنها تهرب لهون وبس. ما بقى بدي نعمل مراسم بالمرة، وما رح يصير غير العرس بكرة على الساعة 7:30. تعال هون، عود. فيكو إذا بتريد حس فيني. هي أنا. شو كنت مفكر؟ إنه عمتك يعني محظوظة كتير؟ كل مرة بتنفض مني، بس هالمرة ما رح تقدر تنفض. حاولت إنها تلغي عرسي بس تارا رح تورجيها. أنا بوعدك رح أعمل بعمتك العمايل. وانت ما رح تنسى ابدا الشيء اللي بدي اعمله انا. ماما اسمعي مني وبلا هالعرس احسن. هن انسبقوا وتزوجوا من قبل، شو له داعي هالعرس؟ نحن لازم نكون عم ندور على اروهي ونلاقي لها حل بدل ما نعمل هالمسخره هي. والا هي رح تضل عم تعملنا هيك مشاكل وبنص بيتنا.
لا أخي فيرات، لأنه هذا الشيء اللي بدي إياه أروهي. هي بدها أنه أنا وديب ما نتزوج بالمرة، بس الظاهر أنها ما بتعرف مين تارا، وما بحياتي أنا رضيت بالخسارة. أكيد ما رح خلي أروهي بنوب هي اللي تغلبني. العرس رح يصيروا بكرة، ورح يصير باحتفال كتير كبير. بكرة عالساعة 7:30، وبخصوص هاي اللي اسمها أروهي، بدي اياكم هلأ تروحوا وتدوروا عليها. بدي أصلها راسها قدام عيونكم كلكم لما أتمشى. يا بطل، هذا أنا أبوك ديب. مع أني عم أعمل كل جهدي، بس ما عم قادر أمن لك جو رايق لسه. بس بوعدك أنك وقت تجي ما رح تشوف أي شيء أبداً من اللي عم يصير هلأ، ورح تكون كتير مرتاح معنا، لأنه أبوك ما رح يرحم أي شخص بيضايقك. هذا وعد مني. بكرة على الساعة 7:30 عرسنا أنا والماما، رح نرجع نتزوج ونصير قراب أكتر. وبعد فترة أنت رح تجي، ووقت الماما وأنا رح نلعب لعبة المقاتلة مع أعدائنا، ماشي؟ وهلأ صار وقت أنت والماما تناموا وترتاحوا. يلا أنا رح وصلكن على الغرفة لحتى تناموا. أروهي زودتها كتير، وأنا متأكدة رح تجي بكرة. فيرات، هذا الولد استعمله درع إلك، وإذا اضطريت أوصو كمان. عمل أي شي، بس لازم أروهي بكرة تكون بين إيدي شو ما صار. تعال شوف. شوفي أروهي، ليش مبين عليكي هيك لونك مخطوف وخايفة؟ لازم تكوني مبسوطة لأنك غلبتيني اليوم. مو بس مرة، هذا الشي صار أكتر من كذا مرة أنتي غلبتيني فيهم. في شغلة أنا ما عم بفهمها، أنتي ليش عم تعملي كل هذا الشي؟ مو الأحسن إنه أنتي كان لازم تقتليني من زمان وتاخدي بتارك؟ بس بالعكس عم تخليني أتزوج، ومن زوجي ديب كمان. عن جد أنا حابة أعرف ليش. شو ناوية؟ لأنه حابة إنه أعطيه لديب كل شي بده إياه هلأ، وبدي خليه يفرح بحياته كلها، يفرح إنه رح يصير أب، ويفرح لأنه تزوجك. بدي خليه أسعد واحد وينسى نهائياً شيء اسمه حزن ومشاكل بهاي الحياة. وبعدين أنا رح أخذ منه كل شيء وبضربة واحدة، لأنه عن جد طلع كتير شيء بيسلي عن جد وقت اللي بتعذبي وبتقتلي واحد وحش مثله. أنت عن جد عاملة خطة قوية كتير أروهي، بس كأنك نسيتي إنه شو رح يصير فيكي بعد ما تاخدي بتارك. ما رح تقدري تكوني لأي حدا، ولا حدا رح يكون إلك بعد كل هذا الشي. ويا حرام رح تضلي لحالك أروهي، ما رح يكون في عندك هدف لحتى تعيشي كرماله. والعالم اللي ما في عندهم هدف بالحياة بيتنفسوا بس مانن عايشين بالمرة. وضعك رح يكون مثل الشجرة اللي بالصحراء، وحيدة كل الوقت.
وما عندك أي حدا لحتى تعيشي معه أو يعيش معك. ووقتها رح يجي اليوم اللي رح تندفن فيها الشجرة تحت الأرض، ورح تصحي بيومها وتلاقي حالك أنت الوحيدة يلي خسرتيه. معك حق، حكيك كله صح تارا. أنا عم بحترق بنار الانتقام هلأ، ونسيت إنه الفحم بيحرق الكل بناره قبل ما يجي دوره ويحرق حاله ويدوب على الآخر. في شغلة تانية، حتى لو أنت ربحتي أو خسرتي بهاي المعركة اللي عملتيها، بس ابن أخوكي فيكو ما لازم تضحي فيه وأنت عم تاخدي بتارك من العالم. أنت رح تموتي، بس هيك رح تخليه ينتقل معك كمان. لسا معك وقت، لهيك خديه وروحي من هون فوراً. بس أنتو سبقوا وقتلتوا كل عيلتي ودمرتوا تارا، وهلأ صار دوركن أنتو لحتى تموتوا. شو مفكرة أنتي؟ إنك رح تضلي تخوفيني كل الوقت وأنا رح خاف؟ كل اللي كان بدي إياه هو إني أعرف بشو عم بتفكري. منيح إنه أنتي حكيتي لي كل شي. وفي شغلة تانية، أنا ما رح كون مثل الشجرة اللي بالصحراء من بعد ما آخذ بتاري ورجع كل حقي منكن كلكن تارا، لأنه فيكو رح يكون معي أنا، وهو بيخليني أعيش. أما بخصوصي أنا، اسمعيني كتير منيح تارا، أنتي ما بيصير تخافي على أعدائك وتفكري بمصلحتهم. لا بقى تاكلي همي بالمرة، وهلأ البسي فستان العرس بدون ولا كلمة، بيكون أحسن لك، لأنه اليوم عرسك، ومثل العادة رح كون ناطرتك بالعرس. لأنه بصراحة أنا ماني حابة إنك بيوم عرسك تصيري يتيمة. بس تارا، ليش جابت سيرة فيكو؟ تشاواني؟ نحنا ما انتبهنا، كيف تارا عرفت إنه فيكو هون؟ مين معقول يكون قايلها؟ روهي أنا ما حكيت شيء قدامها عن فيكو، بجوز شي حدا كان عم يحكي وهي سمعت بالصدفة إنه هون. أنا خايفة كتير تشاواني، ممكن يكون فخ كبير وعم يستنانا، وبجوز شي حدا منهم راح وخبرها لتارا عن فيكو إنه موجود معنا هون. ماشي، بس إذا مثل ما عم تقولي لكان نحنا لازم نهرب من هون وناخده. لا تشاواني، نحنا ما رح نروح لمحل بعد هلأ. إذا منروح هلأ أنا شو رح أقول لأهلي ساعتها؟ بس أكيد نحنا لازم ندير بالنا أكتر، لازم ندير بالنا على فيكو أكتر. وبكل الأحوال هو لارس اليوم، ورح يكون في عالم كتير وما حدا بيقدر يأذي فيكو قدامهم أو يعمل أي تصرف. بس مع هيك نحنا لازم نحمي حالنا وننتبه. مامي جي، صح أنا ما عندي أي أهل، وكل اللي عندي هو أنتي، ولهيك أنا حابب إنك تربطي لي هاي بإيدك. معقول عم تحكي هيك دي؟ يعني إذا مو أنا اللي زبطت لك إياها مين رح يزبطها؟ يا جماعة اسمعوا الخطة، أنا وديب رح نكون موجودين بموكب العريس، فيرات وبريدفي بجهة العروس، وبيستقبلوا الموكب وبيستقبلونا. تشاواني أنت خليك مع ديب كل الوقت مثل خياله، ورح تخبرني كل لحظة لوين راح وشو عم يعمل وكل حركة من حركاته، وخبر تشينتا وخطر كمان إنه يخبروني بكل التحركات اللي عم بتصير بالبيت بهذا الوقت، لأنه لو شو ما صار أنا ما رح أسمح لأي حدا إنه يأذي فيكا أو حتى يقرب منه. طيب وأنتي؟ بقدر أعرف على شو رح تتنكر اليوم؟ ما رح يفوتوا حدا على البيت غير لحتى يفتشوا منيح. بشو عم تفكري؟ ومنشان آروهي، إذا بتحط رجلة بهذا البيت وقت ابن أخوها هذا اللي عنا، رح تنقص رقبته فوراً، ورح نمسكها لآروهي، لأنه هي لسه ما بتعرف شو هي النار اللي عم تلعب فيها.
شوفي شبك ستاز. لإمتى بدك تضلي تلعبي معي؟ وأخيرا مسكتك يا أروهي. أروهي؟ أنت شو عم تحكي؟ اسمع، أنا اسمي جاسون دير سينغ. مين هذا اللي اسمه أروهي؟ عن جد؟ فكرك رح أقتنع؟ أنت مفكرة أنه رح تقدري تضحكي علي إذا حاطة دقن وشوارب اصطناعية؟ لكن خلينا نتأكد. أستاذ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل أنت أستاذ؟ فيرات خلص عم تعمل شو هالحكي هاد؟ فيرات خلص عم لك بدي شيل دقنك. شو هالحكي؟ مانو أروهي ديب، هاي هي أروهي وأنا متأكد إنه هي. أنت بتتسلي لما تغيري شكلك صح؟ واليوم أنا بدي أغير لك شكلك نهائياً. لا تعمل هيك، ما بصير هذا الحكي أبداً. هاتي النظارات. ما بصير يا أستاذ، أكيد أنت مخربط. لا تعمل هيك، ما بصير الحكي أبداً، ما بصير. خلص فيرات، شو صار لك؟ خلص بكفي. شو عم تعمل؟ لبقى تبهدل حالك وتبهدلنا قدام العالم. اتركه اتركه بقى، لا تواخذنا. يلا يلا بلشوا. الو خطار، كنت عن جد مفكر انه مسكها لاختي اروهي، بس منيح طلع شخص تاني. انت رح تجي لهون ماشي؟ اللي هلا شو الوضع عندك؟ اخي كله تمام هون، الالوان حلوه وبتجنن مثل محل اخي صادق تماما. يا غبي، انا ما بعتك لهونيك مشان تتفرج على الالوان، انا بعتك رمال تشوف لي اذا في خطر او لا. لا لا هون كله تمام، انا بس هلا متخبي شوي هون تحت التخت، وهياني عم احمي الصبي كمان. اخي وانا عم احمي كمان. انت لا تخاف اخي، رح نعرف ندبر حالنا. اذا صار معك شيء خبرني فورا، انا بيجي لعندك. ليك اسمعني، بعتقد انه هدول العالم نصبين شي فخ، واذا صار وقعت اختي فيه انا رح اوقع معها كمان. كل يلي بدي اياه انه نطلع نحن من هاي المشكله ونخلص بقى، وطالع اختي معي كمان. فهمتوا؟ ماشي اخي. وين رايح؟ خليك هون معنا. ما لازم تروح، لازم تضل هون معنا. أخي هو شو قال؟ أنت فهمت على أي شيء؟ أنا كنت بدي أسألك نفس السؤال. أخي طيب حاول إنك تحكي أو ترجم لنا، ما عم نفهم عليك شيء. ماما أنا ما بعرف ليش حاسس إنه أروهي بشي محل قريب هون. فيرات جيب هداك الولد وخليه هون معنا، وإذا أروهي كانت ناوية تخرب علينا أي شي وقتها رح تغير رأيها من شانه. أستاذ لو سمحت خليك معي، إذا كان بالك مشغول بشي رح يصير معك مشاكل بحياتك الزوجية. ماشي. وينو هاد الولد؟ وين راح؟ عفوا وين العروس؟ رح جيبها فورا. مدام لا تعذبي حالك، خليكي مع العريس، أنا رح أروح جيبها.
ماشي. ديب فيكو مانو بغرفته ضايع. شوف يا حكيم، وين راح تركيزك انت؟ ديب اتركه واسمعني شوي، بلكي أروي هي اللي أخذت فيكو وهربت. شو اللي عم تحكي فيرات؟ أنا رحت على الغرفة من شوي والولد كان هنيك، وحتى لو كان كلامك مزبوط ما رح يقدروا يهربوا، الحراسة اللي أمنتها قوية كتير. وإذا أنت لساتك مالك مطمئن، روح وخبر الحراس كلياتهم وخليهم يقفلوا كل الأبواب. روح. إيه ماشي. آسف ما فيكن تفوتوا هلأ لأنه المكان جوا مكركب كتير، لو سمحتوا. مهراج ما ضل عنا مي تكفي، رح روح وجيب مي. لوين راحت تارا؟ استاذ ليش اجيت؟ شو كان له داعي تجي لهون؟ انا كنت رح نزل العروس معي لتحت. شواني انا ماني الحكيم، انا اروهي. شو هالتنكر الفظيع اللي انتي بتنكرتي؟ صدقي انا ما قدرت اعرفك بنوم. شواني تارا وينها؟ ماني شايفتها. وانا كنت عم دور عليها كمان، انا كنت قافل الباب من برا ولما اجيت لهون دورت عليها وما لقيتها. استعجلوا وجيبوا العروس، رح يخلص الوقت المحدد. ايه يلا رح الصبي نادي لهلأ بتجي. انا بدي روح لحتى اجيبها، إذا في شي مو طبيعي بنادي لك. إيه؟ تارا اختفت هلأ، وفيكو تشينتو خطر مانن مبينين كمان، معقول تاخد الأولاد الثلاثة؟ أروهي هلأ أنت لا تخافي، بالأول رح تقلى خطر وبعدين منشوف. إيه يلا دقله. تارا بنتي قديش بدك لتخلصي؟ هذا صوت لروما. طيب افتحي لي الباب خليني فوت لعندك. ماما انا حابه اطلع احلى عروس بالعالم ولهيك عم جهز حالي، وانتي لا بقى تضلي عم تناديني كل الوقت. خلص انا هلا بجي لحالي. ايه ماشي يا عروستنا الحلوه، تعالي بسرعه، لازم نراعي الوقت كمان، رح يخلص الوقت المحدد. يلا لا تطولي كتير. ايه فيرات تارا بغرفتها وبعد شوي رح تجي. شو صار معك؟ لقيتوا للولد فيكو؟ عن جد؟ ما بعرف بأي مكان متخبي، عم دور عليه. حاول تلاقي. طيب هلا لا تتوتري هيك، رح نلاقي لفيكو. خليني دق هلا لتشينتو. رح حاول مرة تانية. خلاص ترك هالموبايل من ايدك، نحن لازم ندور عليهم. وين بدهم يكونوا؟ راحوا هالولاد، بس ما يكون صاير شي معهم، لازم نحن نروح وندور عليهم بسرعة. يا قدير تحمي لفيكو وخليني أقدر لاقيه، هو أملي الوحيد. إذا بيصير له شي مو منيح أنا ما رح سامح حالي. وقفي وقفي شوي، اسمعيني. ليكو موبايل تشينتو عم يرن، كأنه الصوت جاي من هون. من وين؟ بأي جهة؟ بشي محل هون.
اي صح، الصوت طالع من هديك الجهة، من هنيك. يلا خلينا نشوف. شنتو خطر انتو هون؟ انتو مناح؟ فيكو، قلولي وينو فيكو؟ وينو الصبي هلا؟ نادولو. شبو فيكو احكو؟ تعال لهون. يا وقف. صبي وقف عندك، وقف. ليك انت روح من هوني وانا رايح حتى الاقي له من الجهه الثانيه. بهذا الوقت في حدا خدرنا وربطنا هون وما عرفنا. لو نحنا شفناه كنا قدرنا نضربه ونعرف مين. بس مين هو هذا الشخص؟ انتو ما شفتوا وشه منيح؟ ما لحقنا نشوف شي. يعني فيكو انخطف؟ هي اكيد عمايل ديب. ديب وفيرات بدهم يهددوني بفيكو كرمال يكمشوني، وهالشي بيعني انه اتنيناتن عم. الو الو حبيبتي. الموت عم يحكي معك تارا. شو عم بتدوري على فيكو صح؟ لا تدوري عليه كتير لأنه هو موجود معي أنا. كذب، انتي عم تكذبي علي. ما في عندك الشجاعة لتعملي هيك شي. شجاعة؟ انتي لا تحكي عن الشجاعة بالمرة أروح، لأنه ما عندك فكرة قديش أنا عندي شجاعة. أنتي ربحتي 3 جولات لهلأ، بس الجولة الرابعة والأخيرة رح تكون من نصيبي أنا. أنتي مانك مصدق أنه فيكو معي مو هيك؟ استني اسمعي لكان. خد يلا احكي مع عمتك وقلها قديش أنا وحدة خطيرة وبخوف. يلا صرخ وقول عمته. يلا احكي. فيكو حبيبي اسمعني منيح حبيبي. لا تخاف ابدا، انا عمتك ورح اجي لعندك واخذك من هنيك باسرع وقت وما رح يصير لك اي شيء بالمره. تارا اسمعيني منيح، بدي احكي معك هلا. تارا سكتي سكتي بقى، خلص وقت الحكي ما عاد بدي اسمع اكثر من هيك. هلا انا اللي بدي احكي وانتي رح تسمعي. اروهي تعرفي شو بدي اياكي انك تسمعي؟ بدي تسمعي صوت سكينتي العطشانة للدم. مسكينة من فترة وجاية عبالة انها تشرب دم. لا 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 تارا اسمعيني منيح، بترجاكي لا تربي على فيكو بالمرة. من غير شي قتلتي كل عائلته على القليلة. شفقي على هذا الولد الصغير شوي. بترجاكي تارا اتركي، وشو ما بدك اعمليه فيني انا. ليكي قليلي وينك انت وانا، انا رح اجي لعندك امتى ما بدك. انا مستعدة اموت على ايديكي وانا مبسوطة بهذا الشيء، بس لا تقربي على فيكو بترجاكي. تموتي وانت مبسوطة؟ هذا الشيء ما بدي اياه اروي. بدي اقتلك بس ما بدي اياكي تموتي وانت مبسوطة. انا رح اقتلك بس بعد ما عذبك بطريقتي الخاصة، لاني ما رح ارتاح اذا ما قتلتك بوحشية، وما رح ارحمك بالمرة. عم فكر خليكي تموتي ابشع موتة اروهي ما فيكي تتخيليها. في مجال ما بقى تحكي بالالغاز تارا؟ احكي من الاخر، شو بدك هلا؟ منيح، كثير منيح. بس في شغلة ما فهمتها اروهي. قلتيلي انك تدربتي بالسجن كثير قبل ما تطلعي مو هيك؟ بس لهلا ما قدرتي تعرفي انا شو بدي منك. انا بعرف منيح شو اللي بدك اياه،
انت بدك يعني انه اروح لعنديب هلا واحكي له الحقيقه كلها مو هيك؟ اوف اروهي، انا متاكده لو انه في كم بنت تانيه مثلك كانت خربت هالدنيا. مو معقول شو غبيه. معقول لهلا مانك قدرانه تعرفي انا شو بدي؟ لو كنت حابه اني اكشف حقيقتك قدام الكل كنت كشفتها بدقيقتين بس. وعن جد مو هذا طلبي، لانه اذا حدا من عيلتي بيعرف حقيقتك صدقيني وقتها هنن اللي رح يقتلوكي. انا حابه اقتلك على طريقتي الخاصه بس مو بهي السهوله. بدي اتسلى بتعذيبك قبل ما اقتلك. بدي اشوفك عم تبكي وتتعذبي وتترجيني كتير. كيف رح حقق حلمي اذا عيلتي هنن اللي قتلوكي؟ ولهيك انا عم بحكي معك هلا. اذا انتي حابه تخلي هذا الكلب الصغير تبعك عايش فلازم تعملي الشيء اللي بقلك عليه. شو هو؟ شو الشيء اللي بدك ياني اعمله؟ رح اعمل كل شيء بتقولي لي عليه. ممتاز، طلعي قدامك. رح تلاقي كيس لونه بني على الطاوله. شو فيه؟ افتحي الكيس ورح تلاقي بقلبه فستان العرس تبعك. تلبسي الفستان وبتروحي على السكت بتاعدي مثل العروس الحبابه بالعرس. كيف؟ شبكي؟ كأنك انصدمتي كتير؟ أنا بعرف كتير منيح يا آروهي ليش كان بدك ياني أقعد بالعرس؟ لأنه أنتي مانك حابة يكون في أي علاقة بينك وبين ديب الكذاب المحتال. أنتي بتكرهي كتير مو هيك؟ كأنه رح نتسلى كتير وقت اللي رح ألعب لعبتك معك، وخصوصي لما تروحي وتعدي بالعرس محلي. رح تتزوجي لديب كمان وديب رح يدهن لك بإيديه من الحنة الحمراء على جبينك. ورح يلبسك عقد العرس على رقبتك. ورح تحلفي سبع مرات وتبرمي. وما رح يكون مجرد عرس مزيف. مثل العرس اللي صار بشيملة، هون كل شيء على أصوله. هذا رح يكون زواج حقيقي. وانتي رح تتعذبي وانا رح انبسط كثير. مدام ديبراش سينغ، الف مبروك. لا تتاخري اروهي، عالسكت بتجهزي حالك وبتروحي على العرس. ما معك وقت كثير. احسن ما يكون الصوت اللي رح تسمعيه هو اخر صوت لابن اخوكي فيكو. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.